مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك، استعدادات بدأتها الأسر الأردنية لاستقباله من خلال توجهها للأسواق وشراء مستلزمات وحاجيات الشهر، حيث شهدت الأسواق حركة واضحة تمثلت بحضور الأفراد والعائلات بشكل جماعي إلى المحال التي تتوافر فيها المواد التموينية الغذائية. في حركة كبيرة يعني بالسوق، بتلاقي الناس يعني مقبلين على شراء الأشياء اللي بتلزمهم برمضان، فالحمد لله يعني الأسعار كويسة وممتازة، متناول الجميع وبقدر يعني الناس يشتروها والحمد لله رب العالمين. أنا نازل أتسوق عادي زي كل الناس، بتسوق لرمضان كل عام وانتم بخير، بس كأنه الناس نازلة ما في مادة بين الناس، يعني كل الناس عم تتسوق تتمشى، أما كسوق كشراء قدرة شرائية معدومة بالأسواق. تجار أكدوا أن نشاط قطاع المواد الغذائية شهد تحسناً قبيل حلول شهر رمضان الفضيل مقارنة مع الأعوام الماضية التي كانت تحت قبضة جائحة كورونا، إلا أن هذا النشاط يبقى مرهوناً بالظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون. الحركة تقريباً من أسبوعين، يعني الحركة كويسة، لكن قبل أسبوعين كانت ميتة على الآخر. يعني طبعاً في يعني بتلاقي الناس بيجوا بيشتروا براحة، وفي ناس لا بيفكروا يعني قبل ما يشتروا أكثر من مرة، يعني فمش كل الناس معاها، بس الحمد لله الحركة صارت أحسن بكتير. الحمد لله يعني الأسواق هلأ قبل بأسبوع 10 أيام صار الحركة منيحة كويسة، يعني مقبولة جدا. نحن بنشتغل على الرواتب بشكل عام، الحركة بتتحرك كل آخر شهر لما بيكون في رواتب. تأكيدات بأن أسعار السلع الرمضانية مستقرة ولم ترتفع في ظل وجود العروض المتعددة والأصناف الكثيرة والمختلفة التي يحتاجها المواطنون خلال الشهر الفضيل، إلى جانب المنافسة العالية بين العاملين بالقطاع، ما يسهم في توفير السلع والمواد الغذائية ومعالجة أي معوقات أولاً بأول. حركة نشطة بدأت مبكراً استقبالاً لشهر رمضان المبارك، وعروض تطرحها الأسواق والمحال التجارية والتي عادة ما تكون مقرونة بتخفيضات وتنزيلات تتناسب والشهر المبارك، على أمل تحريك ركود الأسواق وإنعاش الحركة التجارية. غدا بكير، المملكة، عمان.